تعال نروح لأيضا مسألة التمثيل الشبابي في هذا المجلس، تحديدا في مجلس أمناء الحوار الوطني. واضح أن هناك تمثيل شبابي بأكثر من وجه موجود معانا في هذا المجلس، ما بين أساتذة من الجامعة أعتقد أنهم أيضا يمثلون الشباب من حيث الفئة العمرية، أيضا أعضاء نواب في البرلمان، حركات حزبية وحركات سياسية وما إلى ذلك، وده مهم. أنا بس بأكد على حاجة، لأن أنا سمعت سؤال بصراحة أنا نططني، يعني أول ما سمعت السؤال وهو لزميل أنا مش متذكر، طبعا كنت بتفرج ستريمينج كان ساعات بيقطع كده، لزميل مش متذكر هو كان من أي من الوكالات أو المواقع، وتحدث عن التمثيل الإقليمي الصعيد وما الصعيد. تاني يا جماعة، زي ما قال أستاذ ضياء، هي مصر مش مقسمة على أسس جغرافية أو محاصصات طائفية أو محاصصات إقليمية، يعني مصر هي مصر، وانه الخوض في هذه الامور هو خوض شديد الخطوره ولا مجال له في مصر اصلا، ولم يكن ليه مجال قبل كده. يعني مش عاوزين نقول كلام مش على قدر المسؤوليه، ده مهم قوي. اما ان احنا نتكلم على مساله بقى هنا الفئات الاجتماعيه والفئات العمريه والرؤى السياسيه وما الى ذلك، اهلا وسهلا. هنا خلونا ناخد معانا على التليفون سياده النائبه اميره صابر، امين سر لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بيك يا سياده النائبه. اهلا يا فندم، مساء الخير. عامله ايه؟ كله تمام؟ لا والله كله يوم مرهق وطويل جدا. يعني مش جداً تمام؟ بس ده مهم، ده مهم. أيوه. انه في دلاله لطول المناقشات، انها مناقشات جديه، و ان وضع لائحه يتفق عليها مجلس الامناء كان امر ضروري، كذلك مدونة السلوك. فهو يوم طويل، و يعني خروج منه بهذه المخرجات امر مهم جدا. طيب اميره، هشيل بقى شويه القاب، محدش يقول لي الخط قطع. معانا اميره؟ حلو قوي. هشيل بعد اذنك الالقاب يا اميره، هرجع هنا على جزء من كلمتك. ركزتي النهارده الصبح في الجلسه المذاعه على الهواء مباشره انك في هذا المجلس تمثلين قطاع الشباب في مصر، وانك على استعداد دائم للتواصل مع كافه الشرائح الاجتماعيه وغيرها من فئه الشباب المصري، حتى تستطيعي عرض وجهات النظر من خلال وجودك في امانه مجلس الامانه العامه للحوار الوطني. هتتواصلي ازاي مع هذه الفئات وهي كثيره؟ وهنا باكد على مساله انه التواصل مع الكافه، ولا هنتواصل على حسب هذا معارضة، هذا موالاة، هذا من حزب كذا وهذا من حزب ذاك؟ طيب حضرتك بترجع تاني تاخدنا لفكرة اصلا الحوار. هو الطاولة دي المعني فيها انه اينما طرح عليها امر فهو تصنيفه بالمقام الاول وجهزه. حلو. بصرف النظر عن الايديولوجية اللي جاي منها. مظبوط. لكن تمثيل المعارضة بقدر متساوي مع تمثيل الطرف الداعي للحوار كان مهم جدا جدا لضمان نزاهة وضمان جودة وضمان يعني حيثيات الحوار، وده اللي حصل بتشكيل مجلس الأمناء. عودة بقى لمسارات الحوار أو المحاور المطروحة، طبعا كل مواطن مصري أو ان هو يضع ما يراه مناسبا يعني الافكار او اطروحات في هذا الحوار، لانه هو الحوار الاول من نوعه، وكل مقادير التشاركيه يبقى زياده، ده هيبقى وثيقه انه الحوار جاد ومخرجاته جاده. ليه اخترت في الكلمه الافتتاحيه اركز على الشباب؟ لانه الحقيقه هو بالفعل تقريبا الفئه العمريه الشباب الوحيده اللي بتمثلها في مجلس الامناء، ولان هو حوار مستقبلي، لان هو حوار معني بالاساس ان هو يحط شروط رئيسه لشكل المستقبل السياسي في مصر. ولما بنجيب سيره المستقبل ما ينفعش ابدا نراه بمعنى العام صانع، وانا بشوف صانعين وبشوف الذي سيقع عليك اثر هم بالمقام الاول الشباب. فكان في كذا حيثيه الحقيقه، وانا بختار لي اركز في خطابي على الشباب، وقلت انه بابي مفتوح، انا يعني بشتغل في العمل السياسي من وقت طويل، واشعر بطموحات وبأحلام معلقه على رقبه حوار اعضاء مجلس الامناء، بس بشكل خاص الفتره اللي فاتت حتى
طريقه الشباب في اداره اختلافاتهم، طريقه الشباب في طرح افكارهم، بشوفها ده ممكن تدينا امل اننا نوصل لمخرجات توافقيه. وعندنا في ده امثله جيده جدا، عندنا في ده مثال تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، عندنا في ده مثال لما قدمته مؤتمرات الشباب وبرامج الساق. ولسه محتاجين مساحات اوسع، الملايين لانه هي امه شابه اصلا، ففي ملايين هذه الشباب تخاطبهم، مهم قوي انه ارائهم باختلافها تكون قادره على هذه الطاوله. انا بمثل رايي طبعا، وبمثل القرار اللي انا جايه منه القرار المعارض، وبمثل مصر الديمقراطيه، بمثل التنسيقيه، بمثل مجلس النواب، ودي الصفه التي ادرك بها يعني في مجلس الامناء. فهي تمثيلات كثيره، اتمنى اوفق اني اقدر اكون بقدر ما توقعه الناس من هذا الحوار، وبخاصه الشباب. كلنا أمل في تمثيل الشباب قدر الإمكان بأفكارهم، ونتمنى أن التواصل يفضل مستمر ما بين الشباب وما بين مجلس الأمناء. وأظن في كذا وسيلة للتواصل معاكم، ويمكن أستاذ ضياء كان شرحها حتى النهاردة في المؤتمر الصحفي. أنا بشكرك. طبعا أنا بشكرك. في الموقع، في التليفون، في ما يطرحه مجلس الأمناء، كل دي وسائل تواصل مباشرة وكلها في الاعتبار. والأمانة الفنية بتقوم بتصنيف كل ما يرد إلى مجلس أمناء الحوار الحقيقة. فيعني يا ريت كل اللي عنده فكرة معتبرة، كل اللي عنده رأي يوزن، كل اللي يقوله لا يبخل أبدا على هذا الوطن بمشاركته. طب إحنا النهاردة كان عندنا الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة، ثم اجتماعكم بعد فترة الراحة للخروج باللائحة، واللي كان حتى أستاذ عماد قال أنه كان تقريبا أكتر من 4 ساعات، ثم صحيح. المؤتمر الصحفي، وإن شاء الله حددتوا معاد يوم 19 الجاري لجلستكم الثانية كأعضاء مجلس أمنا. بتتوقعي أميرة كم لجنة لمجلس الأمنا، أسف، كم جلسة لمجلس الأمنا سوف تستمر إلى أن نبدأ الحوار في شكله العام؟ وده بصراحة هيحددوا كل مجلس الأمنا. يعني النقاش النهاردة أثمر عن اللائحة المنظمة. اجتماع المرة القادمة هيكون بشكل رئيسي علشان نقدر نحدد فيه المحاور الرئيسية في الحوار، وعلشان تطرح فيه ما يجب أن تستدعى وكيانات يجب أن يسمع رأيها. فدي مساحة واسعة للنقاش. فيعني أتمنى أنه تفعيل الحوار، وده بيحصل بالفعل، ناس بدرت وذهبت إلى الأكاديمية وتركت أراءها، وفي فوق 90,000 طلب ورد إلى، أو يعني رأي أو مشاركة وردت إلى منصة الحوار. فكل ما الاستجابة المجتمعية تبقى واسعة، ده هيتحسن آخر ببوتقة واحدة حسب اللجان وحسب المحاور التي سيشكلها في الاخر ويحتاج فيها بالاتفاق مجلس الامم. الجميل بس اللي انا عايزه اقوله الحقيقه، يعني النهارده مخرج مهم في اللائحه، انه اقررنا ان مجلس الامناء قراراته تصدر بالتوافق، بالتوافق وليست بالاغلبيه. بالتوافق. وحتى اذا اختلفت الاراء فهي ترفع كما هي. فدي حاجه مهمه الحقيقة. دي تضمن مساحة متقبلة، أي لو في رأي واحد مختلف على هذه الطاولة فله كل الحق إن هو يذكر كرأي مختلف. ودي هي الأساس، شكل الحديث والجوهر فكرة الحوار الوطني. طيب أخيرا، ويمكن ده يمكن حاجة بتدور في بالي يا أميرة، هي إنه الحوار يجب أن يأخذ حجمه ويأخذ وقته، ولكن ما بين قوسين، لو الوقت طال أكتر من اللازم قد يفقد جزء كبير من زخم هذا الحوار. أين بقى، أين تقع معاناة هذا الأمر؟ تقع في كل ما تحدث مخرجات تنشر مباشرة للرأي العام، والجلسات بطبيعة حالها تغطيها وسائل الإعلام المختلفة. فهنا بقى تيجي أهمية الأولويات، فقه الأولويات علشان يوزن اللي حضرتك بتتكلم عنه. في أولويات رئيسة، وهو بالمقام الأول حوار سياسي، ومخرجاته السياسية منتظرة من كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع. فأنا لازم أوصل لمخرجات جيدة جدا، ومخرجات جادة وحقيقية في وقت معقول، وفي نفس الوقت يستمر الحوار. هو لن يعني أنا لا أتوقع إغلاقه في وقت قريب أبدا، ده مش
ده مش الوضع الامثل لاي من المشاهدين، ولكن على جنب في توازن بين مده الحوار وبين مخرجات الحوار اللي هي هتستمر. يعني هي مش هتبقى مخرجات كلها في وقت محدد، ولكن كلما توصلنا الى امر نوقش وتم توافق ويعني سمع كافة الاراء فيه، نقدر نطلع بتوصيه، نقدر نطلع بفعل تنفيذي او تشريع يبدا الناس يستشعروا بانه المكنه بتدور وانه في تطبيق فعلي سريع. في فرصة واسعة لأنه البرلمان خد أجازته بدءا من النهاردة، يعود مرة تانية في شهر أكتوبر، فعندكم فرصة واسعة لمخرجات هذا الحوار ثم رفعها إلى الرئيس، ومن ثم أنه بعض الأمور قد تحتاج إلى تشريع أو تعديل إلخ. فمع بداية أكتوبر عايزين نلاقي حاجات كتير داخلة تزحم البرلمان أكتر ما هو مزحوم يعني. إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جدا جدا سيادة النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.